إلى تصفية كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ولحساب الجولة السادسة، حيث اقتربت المكسيك من التأهل للنهائيات بالرغم من تعادلها بهدف لمثله مع ضيفتها الولايات المتحدة الأمريكية. عجلات المنتخب المكسيكي باتت تقربه أكثر فأكثر من الوصول إلى الأراضي الروسية ليكون المنتخب الأخضر شريكا حقيقيا ومنافسا قويا للمنتخبات في كل حضور من بطولات كأس العالم. المنتخب المكسيكي على عكس التوقعات تلقت شباكه هدفا مبكرا حينما قاد مايكل برادلي هجوما من منتصف الميدان مستفيدا من التقدم الواضح للحارس المكسيكي أوتشوا، مانحا التقدم للمنتخب الضيف في الدقيقة السادسة، ما أزعج أصحاب الضيافة في ملعب أزيتيكا الشهير. المنتخب المكسيكي لم يسلم بالأمر الواقع، حيث انتظر لاعبه كارلوس فيلا حتى انتصاف الشوط الأول، ومن هجوم مرتد توغل في الدفاعات الأمريكية وسجل هدف التعديل لبلاده. في الشوط الثاني لاحت أمام المكسيكي إكتور إيريرا فرصة للتسجيل من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة الأمريكية. يأتي الرد السريع من الأمريكي مايكل برادلي بتصويبة أخرى في القائم المكسيكي، هذه الأخيرة حافظت على سجلها خالية من الخسائر في التصفيات وصدارة ب14 نقطة قربتها كثيرا من العبور إلى بلاد الدب الروسي. لعبوا بطريقة دفاعية منذ البداية بخمسة لاعبين بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في خط الوسط للحد من هجماتنا. أعتقد أنهم نالوا فرصتين، نجم عن إحداهما هدفا وفي الثانية ارتطمت الكرة بالقائم. حاولنا أن نلعب الكرة بطريقتنا وكان في ذلك مخاطرة كبيرة. أعتقد أن التنافس على المراكز الثلاثة الأولى في مجموعة الكونكاكاف سيستمر حتى الجولة الأخيرة. بالتأكيد المكسيك لها الحظ الأوفر حتى هذه اللحظة، والمنافسة بين أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع ستكون مشتعلة حتى النهاية.